يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا الأوهام، لا ما قدرنا وصلنا حتى لسقف الأحلام. يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا الأوهام، لا ما قدرنا وصلنا. كنت مطمن عليكي من الولاد. كتر خيرك، وانا كمان كنت عم بطمن عليك. بس انت ما بنخاف عليك، تعرف تدبر حالك. انت كمان ما بنخاف عليك. أنا كنت طول الوقت لحالي. أنا كمان كنت لحالي. مو مشكلة، أنت ما بتحس بالوحدة. ما كنت قدران أحس بشي، ما كنت عم بفهم شي. بس أنا كنت كل الوقت بوحدي. إذا بهمك الموضوع. أنا شخصياً ما بدي أحس فيها، ما بدي أحس بالوحدة، لأنه مو وقتها. شو كنت عم تعمل؟ كتير شغلات. كنت عم أحاول أمن أكل، حرامات يعني، برد وتسكير أبواب، عم أتسلى بصعوبات الحياة. هلا صعوبات الحياة صارت تسلعي؟ أحسن ما تضل مصيبة. برد شوي. عم قلك بردت. إيه بعرف برد. قومي تمشي شوي بتدفي. آه بالله شو؟ لا مو معقول أنت ما عندك جنس الرومانسية والذوق والحس. أنا ما عندي. طيب يا ستي، ها؟ هاي رومانسية وهي حس. معرفتك شي مثل الأفلام. شفتي؟ ما قلت لك لا تطلعي؟ منيح اللي ما طلعتي، كنت رحتي فيها. يا ريت رحت فيها، كنت خلصت من الجحيم. هلا القعدة معي صارت جحيم؟ لا أنا مو قصدي عنك، قصدي عن كل شيء عم يصير. وأنا جزء منه. أنت جزء أساسي منه. هذا فيلم الأكشن. يا حبيبي نحن بالرومانسي مو مخلصين. شو قصتك أنت؟ كنتي تحبي أفلام الأكشن كثير؟ إيه بحب شوفها مو عيشة، وهلا بطلت حب شوفها كمان. لأنه عم شوفها شخصي. هي هلا عم نعيشها أنا وأنت سوا، يعني بدك تقولي هذا الفيلم الأكشن اللي حوالينا منتهى الواقعية. إيه بس بالأفلام ما بيموتوا العالم، بيخلص الفيلم وكل واحد بيرجع على بيته. بتعرفي لو حياتنا صارت فيلم، بيطلع فيلم أكشن بيربح كل جوائز الدنيا. إيه لا ما كنت حبيته. ليش؟ أكشن زيادة ما؟ إيه فعلاً أكشن زيادة عن اللزوم. يعني شو هالفيلم اللي ما كان يخلص؟
ايه بيخلص، ما في شيء ما بيخلص. ايه قلتك ما في شيء بيضل لاخر العمر. ايش لاخر العمر؟ مصيبه. بس النهايه مهمه، يعني بركي لوقتها بنفهم شيء. يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا.